FM Live coverage. بتعرف عن جد صرت استنى دوري لأطلع على كوربوفينو القوام الرشيق كل يوم الصبح مشان هيك أخذ نفس. صباحو سنة. صباحو حسان. أنا جيت لعندك اليوم على كوربوفينو ما في لا شغل ولا عمل، بدنا نقعد نشرب لنا فنجان شاي مع بعض وهيك نص ساعة رياحة من الاستوديو. دردشة، أهلا وسهلا فيك، بتشرف ويا ريت كل يوم فيكم تيجي لعنا. ما أنا صار لي أسبوع هلا، يوم أنا يوم رانيا بتعرفي رواق. إيه بس أنت اليوم جاي لحتى مش حالق ولا؟ ما في وقت، ما رحت على الحلاق لحد الدقني، سوري، منظبط حالنا الأسبوع الجاي بنيجي ببدلة. هلا احنا ليه بدك تروح كل يوم كل جمعه تروح تحددها؟ ما احنا هون فينا نعمل، بتحدد اللحيه اول مره عند الحلاق وبتيجي لعنا بنعمل لك التريتمنت، بتقعد شهرين مرتاح بعدها. عندكم حلاق يعني هون؟ لا ما عندنا حلاق. كل واحد بيروح عند حلاقه وبعدين بيجي لعنا بيعمل التريتمنت، بتضلك مرتاح شي شهرين ثلاثه، ومع الوقت يعني بعد 6-8 جلسات ما بتقعد تحتاج لا تحدد ولا عبالك. شو ليزر؟ على خدودك. ايه عندنا بالالبس لايت، الالبس ما بيوجع، بيعطيك نتيجة منيحة، والأحلى من هيك إيش مكان لون بشرتك، أنت اسم الله أشقر، في ناس سمر، مش مكان لون بشرتهم بتضلها ما يعني بيناسبهم كلهم. ما بتحكي حلقة مرة واحدة بالليزر بيمشي الحال فوريفر؟ لا، بدك تعمل 6-8 جلسات، كل شهرين لثلاثة بتيجي عنا مرة، فهيك فرصة حتى نجيبك لعنا مرة تانية. ومش بس بنقدر نستعمله على الوجه، بنقدر نعمل، كتير شباب هلأ عم بيعانوا من شعر على الظهر وما أكشلي بعرف، أكشلي مزبوط، بعرف واحد من أعز أصدقائي ما بيطلع معنا على البحر لأنه في شعر عنده على ظهره. قلت له يا شباب يا بتشيلون يا أنه خلص you accept the fact أنه عندك شعر على ظهرك. هو متحسس بقى من مسألة شيلون وما شيلون، قال أنه لك لك شاب أنا ما بشيل شعر. قلت له حبيبي كمون مان، إذا مضايقك الشعر psychologically خلص شيلون تخلص منهم. ففي شيء مش مثل الواكس لأنه بيوجع؟ لا الواكس أكيد بيوجع ومرات بيترك حبوب، هيدي الطريقة بنعملها بنعمل. هلا الحلو في الموضوع أنه لما بتعمل في كتير شباب عم يعملوا لأنه عن جد بيكون مزعج لإلهم، خاصة على منطقة الظهر، واللي حبيت حالة بشعراته يتحالة على الشست هير مثلا مش ضروري. في فنان بدي اقول له مرحبا، هاي صباحو، يسعد صباحك، دائما زر قميصه مفتوح للسره، سو صباحو. فلا بنقدر نعمل تريتمنت، اول شيء اتس نوت بينفول، وزي ما قلنا مره كل شهرين ثلاثه، يعني انه بتخلص منه بالاخر ما بقعد عندك شعر. والحلو انه لما بنعمله بطريقه ما بيكون بين حز انه محلوق، ببين كانه انت هيك طبيعي، بضل في شعره هون شعره هون، ببين طبيعي ما ببين انه انت عامله، وبالعكس بيعطي كونفيدنس، بيعطي الواحد انه اذا هو مزعوج، اذا مش زعجه ما يدقرون، بس اذا هو زعجه هذا الموضوع ليه ما يعالجه. طيب وبالنسبه للصبايا كمان في عندكم فول بادي ليزر تريتمنت؟ طبعا عندنا للصبايا للشباب، بنبلش من عمر 18، اي حدا بحب مناطق الايدين الظهر الوجه، حتى في رجال على الدينة على المنخور، اي منطقه عندنا سبيشال ابليكيتر صغيره بتوصل للمناطق اللي حتى المزعجه بالدين او بالانف. فيا اي حدا صباب صبايا عندنا سبيشال اوفرز از ويل. طيب انا جاي لهون اشرب معك فنجان شاي، صرنا عم نحكي عن الهير ريموفل، شكرا جزيلا. شايك بس بعده ما برد، بتلحق تاخده؟ بلحق ناخذ الشاي. طيب بين الله اللي بده يتصل. it was an absolute pleasure عن جد سنة انه استضفتونا هون معكم بكوربوفينو القوام الرشيق، خاصة بالفرع او بالكلينيك الموجودة بالمشرف مقابل الجوازات بأبو ظبي. بعرف السبا فقط للسيدات، والكلينيك الموجودة بمنطقة المشرف مقابل الجوازات للشباب وللصبايا بتاخدوا appointment بس من الاتصال بالرقم 02-445-2800. الرقم مرة تانية هو 02-445-2800. Thank you so much. Please سلمي لي على رولا. هاي تفضلي، كيفك؟ شو أخبارك؟ فكرتك ما جيت اليوم الصبح. ما فينا نضيع النهار بلا. كيفك؟ Good. كنا عم نقلها بايلس أنا. فا thank you so much guys، عن جد يسلموا إيديكم. انبسطنا فيكم. هلا نستفيد لهم بكرة. إيه. أنا بجيكم بكرة. ما ضل نحنا عنده، نحنا بنروح لعندهم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. شوف مين تاعي أطيب. وفي سلام خاص جدا من رانيا. اللي رح نرجع لها هلا على الاستوديو تنشوف شو سؤالنا الاخير لليوم. باي باي. ثانك يو حسان.